السلام عليكم. سنة 2019 يا جماعة كانت من أفضل السنوات السينمائية لوفرة الأعمال الجيدة. الأعمال الرهيبة كانت كثيرة لدرجة أنا ما قدرت أتكلم على جميع الأعمال اللي عجبتني في 2019 في القناة. مو بس أنا لحالي، في كثير من الأعمال ما أخذت حقها في الانتشار على الرغم من جودة المحتوى وجودة القصة والتمثيل اللي فيها. حبيت اليوم ان انا اعمل قائمة بجميع الافلام اللي عجبتني وما تكلمت عنها في القناة واللي اشوف انها تستحق الانتشار. لكن قبل ما اشارك القائمة، احنا اليوم يا جماعة بنعيش وضع غريب جدا، الوضع العالمي ككل مضطرب بسبب فيروس كورونا. على الرغم من الوضع الصعب جدا، لكن اللي مطلوب مننا امر في غاية السهولة. كل اللي لازم نعمله، واحد، ما نصافح اي احد، لا نصافح اي احد باليد. 2، إذا لمسنا أي أسطح خارج المنزل نرجع ونغسل يدنا على الأقل 40 ثانية بالصابون، والإرشادات موجودة في كل مكان. 3، والأهم، اجتنب هذا كله، لا تقابل أي غريب، لا تلمس أي سطح خارجي، وخليك في المنزل. أتوقع أنه أغلب متابعين هذه القناة من محبين ومجانين الأفلام والمسلسلات، هتعتبر بالنسبة لهم فرصة أنهم يرجعوا يشوفوا كل الأعمال اللي فاتتهم. وأنا حساعد في هذه القناة عن طريق توصيات من وقت للثاني، بداية من هذه القائمة أفلام 2019 المظلومة. أغسل يدك كويس ويلا نبدأ. هذا الفيلم من أجمل الأفلام الحوارية اللي شفتها من فترة طويلة جدا. فيلم بالكامل قائم على حوار بين شخصين. الشخصية الأولى هو قسيس بمرتبة كاردينال، والشخصية الثانية هو باب الفاتيكان خلال سنة 2012. هذا الحوار نتج عنه تغيير في مراكز القوة. هذا الحوار نتج عنه تغيير لباب الفاتيكان بطريقة غير اعتيادية. الحوار كان فلسفي لكنه كان سلس وجميل جدا، بيتكلم على الصراع بين التطور والإجراءات القديمة والتقاليد الدينية. في نفس الوقت بيتكلم على الصراع بين المستقبل والماضي، بين المغفرة والخطيئة. ويقود الفيلم تمثيليا وحواريا ممثلين من الطراز الثقيل، الأسطورة أنتوني هوبكنز واللي رشح لأوسكار أفضل ممثل مساعد، وكمان جوناثان برايس واللي رشح أيضا لأوسكار أفضل ممثل رئيسي. هذا الفيلم بيحكي قصة سايبورغ. ايش يعني سايبورغ؟ سايبورغ هو انه الانسان لما يدمج مع الآلة، فيصير عندنا آلة بمخ انسان. القصة هو عن سايبورغ فتاة اسمه أليتا. هذه الفتاة موجودة في عالم بعد 300 سنة من وجود حرب غيرت معالم الكرة الأرضية، وصار انك تعيش وسط الروبوتات أمر طبيعي جدا. لكن فجأة بنشوف انه هذه الفتاة وهذا السايبورغ بيرجع للحياة مرة ثانية، بيرجع للوعي مرة ثانية، لكنها ناسية كل حاجة في الماضي. لكن خلال أحداث الفيلم بترجع لها الذاكرة وصار عندها هدف جديد وتصبح ملك الموت. الفيلم أكشن من الدرجة الأولى، ونظرا لوجود أفلام أكشن كثير في 2019 يمكن البعض ما شاف هذا الفيلم، على الرغم أنه من تمثيل الممثل المبدع كريستوف وولتز. What? It's Dwayne Johnson. How are you? Prove it. If you smell what the rock is cooking. Yeah, and I'm Vin Diesel, mate. I'm sorry. بيحكي قصة حقيقية عن عائلة بريطانية مهووسة بالمصارعة. الأب أساسا مصارع سابق، الولد والبنت الصغار يبدأوا يتعلموا من أبوهم، مع الوقت لما يكبروا يبدأوا يعملوا عروض ترفيهية لبعض الناس يجوا يزوروهم في المكان اللي موجودين فيه. لكن حلم العيلة إنه الولد أو البنت يتم انضمامهم لاتحاد المصارعة الأمريكي. ومن خلال أحداث هذا الفيلم حنعيش هذا الحلم ومدى تحقيق هذا الفيلم، والأهم أنه بعيدا عن أجواء المصارعة حنعيش أجواء حميمية جميلة وسط العائلة. غير أنك حتشوف البوستر حق الفيلم موجود دروك، المصارع دروك
هو موجود في هذا الفيلم بصورة أو بأخرى، غير أنه أصلاً هو جزء من إنتاج القائم على هذا الفيلم. شركة 7 بوكس أو 7 دولارات المملوكة لذا روك هي جزء من الشركات المنتجة لهذا الفيلم. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. الفيلم قدم في 2019 تجربة بصرية مختلفة تماماً عن أي تجربة بصرية ممكن شفتها في حياتك. أول حاجة الفريم حق الصورة ابتعد تماماً عن الفريم العادي اللي بنتفرج عليه واخذ الفريم القديم والصغير. ثانياً تم الاستغناء عن الألوان تماماً وتم اعتماد اللون الأبيض والأسود لأحداث الفيلم، فكأنك بتتفرج على فيلم من القرن الماضي. هذا الاختيار ما جاء عبث أبداً، هذا الاختيار ساهم في طريقة سرد القصة، ساهم في إعطاء تجربة بصرية مختلفة للمشاهد واللي بيشوف شخصيتين اثنين بيعيشوا في عالم منعزل تماماً لمدة 4 أسابيع داخل منارة. لكن اللي شدنا في الفيلم من البداية إلى النهاية هي الحالة النفسية للشخصيتين الرئيسية اللي موجودة في الفيلم واللي أبدع فيها بشكل كبير الأبطال في الفيلم روبرت باتسون وويليام دافو. وأنا شخصيا أشوف أنه تم ظلمهم بشكل كبير لعدم الترشح بالأوسكار، خصوصا ويليام دافو. أداء تمثيلي من الطراز الأول حيشدك من البداية إلى النهاية عوضا عن التجربة البصرية المختلفة، كل هذا حتلاقيه في The Lighthouse. I don't want to hurt you. I can't. أفلام المراهقين الرومانسية مليانة، أفلام الحب المبنية على أنه أحد الأطراف عنده مرض برضو مليانة، لكن هذا الفيلم بيقدم لنا قصة مألوفة نوعا ما لكن بزاوية مختلفة وجميلة. هذا الفيلم أيضا عبارة عن قصة حب رومانسية بين اثنين مراهقين، وأيضا عندنا مرض، لكن المختلف أنه الاثنين مرضى، والمختلف أنه هذا المرض وشيء أساسي منه يمنع أي اتصال جسدي أو حتى قرب من بعض. فكيف ممكن هذا الحب يزيد في ظل وجود هذا المرض؟ كيف هذا الحب يزيد والمسافة ما تقرب؟ كيف هذا الحب ممكن يزيد ظل مراقبة الأهل والطاقم الطبي بالكامل داخل المستشفى؟ قصة مكررة بجانب مختلف زي ما قلت، لكن مليانة مشاعر أبدع فيها بشكل كبير جدا الممثلين الاثنين القائمين على العمل. غير أنه يعجبني في أفلام هوليوود من فترة للثانية يعطونا بعض المرض ويوعونا على بعض الأمراض اللي موجودة في المجتمع بطريقة غير مباشرة، وهذا المرض حقيقي وموجود، أقرأ عنه شيء مرعب. You're webbed up in this somehow and these people aren't gonna stop. If you got a head just like mine, always turning things around. Some people call it a gift, but it's a brain affliction just the same. You remember what I said? هذا الفيلم له خلفية جميلة جدا. واحد هو مبني على قصة حقيقية قديمة، أخذوا القصة حوروا فيها بعض الأشياء وعملوا منها فيلم درامي. ثانيا إنه الكاتب والمخرج والمنتج والبطل الرئيسي كمان هو الممثل اللي يعجبني جدا إدوارد نورتون. إدوارد نورتون من أفضل الممثلين اللي موجودين على الساحة، بزغ نجمه بشكل كبير جدا في التسعينات وبداية الألفية لكن بعدها اختفى. يرجع لنا في هذا الفيلم بتمثيل من الطراز الأول وفي قصة جميلة. كانوا معاه أسماء كبيرة موجودة في الفيلم على الرغم من أدوارهم البسيطة، بروس ويلس وويليام دافو. قصة الفيلم عن محقق بيحاول إنه يكشف جريمة قتل، واللي انقتل هنا هو صديق هذا المحقق، لكن الشاهد انه هذا المحقق واللي يقوم بدوره إدوارد نورتون عنده اضطراب يخليه يعمل حركات لا ارادية. هو بيتكلم تلاقيه فجأة يتكلم يقبض راسه ويحك عين ويعمل حركات، فكيف هذا الاضطراب حيؤثر بشكل كبير على التحقيق ومجرياته. I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. هذا الفيلم بيقدم قصة اليهود والنازية لكن بطريقة مختلفة جدا. يا ما شفنا قصة اليهود وش اللي صار معاهم أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن هذه أول مرة حنشوف هذه القصة من منظور طفل نازي. إيش يعني حنشوفها من منظور طفل نازي؟ يعني احنا حنعيش مع طفل ألماني كان يعتبر هتلر القدوة والبطل الأكبر في نظره، لدرجة انه هذا الطفل عنده صديق تخيلي يتكلم معاه من وقت للثاني، بيكون معاه في كل مكان يروحه، وهذا الصديق التخيلي هو هتلر.
فحنعيش مع هذا الطفل ومع هتلر نظرة الأطفال للحرب. كيف الأطفال بيشوفوا هذه الحرب؟ كيف الأشياء والأهوال ممكن تمر قدامهم؟ وكيف هذه الأحداث كلها اللي بيمر فيها الطفل ممكن تغير في قناعاته؟ عجبني جدا في هذا الفيلم إنه بننظر لموضوع حساس واللي هي الحرب واللي هي غسل الأدمغة من منظور الأطفال. كيف إنه كل حاجة الأكبار بيعملوها تترجم بطريقة مختلفة جدا للأطفال. الدمج بين الكوميديا والدراما كان عظيم جدا، لكن الأعظم هو تمثيل الطاقم التمثيلي بالكامل، خصوصا الطفل الصغير. الأفلام اللي تركت فيه أثر كبير في 2019، خصوصا مشهد هتعرفه وانت تتفرج. If we don't stop them tonight, this town will never be the same. Destroy those toys. No, 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 no. هذا الفيلم وببساطة من أجمل أفلام الأنيميشن اللي خرجت خارج بيكسار وديزني من فترة طويلة جدا. يميز الفيلم هو أسلوب الرسم المختلف تماما والتحريك الرائع، بتعيش تجربة بصرية مختلفة عن أفلام الأنيميشن العادية. غير أن القصة حتترك أثر في الكبار والأطفال بطرق مختلفة وكبيرة جدا، عن العطاء، عن الاهتمام بالآخر، وما في أجمل من هذه المواضيع خصوصا في هذه الأيام إننا نشوفها. القصة عن شخصية في يوم وليلة يلاقي نفسه مرمي في أحد المدن المعزولة ويشتغل فيها ساعي بريد، لكن في هذه المنطقة المعزولة في قبيلتين تقريبا بينهم شحناء وبغضاء بشكل كبير جدا، فكيف هذه الشخصية حتلعب دور كبير في تغيير المدينة والعلاقات اللي موجودة بشكل كبير. أنصح بشكل كبير وبشكل شخصي مشاهدة هذا الفيلم مع الأطفال. Only thing my father gave me that was of any value is pain, and you want to take that away? هذا الفيلم من أكثر الأفلام التي ظلمت سنة 2019 لدرجة إنه ما نزل في الكثير من السينمات، لدرجة إنه قليل جدا وأنا واحد منهم ما تكلمنا عليه لا في تويتر ولا حتى في القنوات. المميز في الفيلم إنه مبني على قصة حقيقية، ومو أي قصة حقيقية. الفيلم بيتكلم على الممثل شيا لابوف واللي بيمثل في هذا الفيلم أيضا. الممثل شيا لابوف واللي انشهر بسلسلة أفلام ترانسفورمرز هو أساسا ممثل في هوليوود من أيام ما كان طفل صغير، لكن أيام ما كان صغير اللي كان يهتم فيه هو أبوه، وأبوه وهو كانوا تقريبا معدومين، فقراء جدا. شيا لابوف في هذا الفيلم بيدينا القصة إيش اللي مر فيه هو صغير، علاقة المضطربة بأبوه. والجميل إنه جاب طفل صغير يقوم بدوره وهو صغير، وشيا لابوف نفسه قام بدور الأب. فحنشوف القصة بمنظور مختلف لما تشوف إنه الشخص اللي بتنحكي عنه بيقوم بدور الأب، هتلاقي تمثيل صادق وواقعي حيوصل لك، وفي نفس الوقت هتعذر شيا لابوف وكل الأشياء اللي مر فيها في هوليوود، لإنه هذا الممثل على الرغم من ممثل بارع جيد تمثيليا، لكن مر باضطرابات كبيرة جدا في هوليوود. فمعرفة الخلفية لهذا الممثل والأشياء اللي مر فيها وهو صغير مرورا بمرحلة الشباب حتعذر بشكل كبير، وحتكون القصة رائعة للمشاهدة. He was willing to risk his job, his family, for a stranger who needed his help. The system is rigged. They want us to think it'll protect us. هذا الفيلم بطولة مارك روفالو، والمعروف عند الأغلب في شخصية هولك من مارفل، لكن مارك روفالو بالنسبة لي من أفضل الممثلين الموجودين على الساحة، ممثل بسيط بمشاعر صادقة توصل لي دائما. قصة الفيلم حقيقية، يوري لك مدى بشاعة الشركات، مدى جشع الشركات، إيش ممكن تعمل في سبيل الربح. الفيلم بيتكلم عن قضية طويلة قعدت في المحاكم لفترة طويلة جدا، وبيتكلم على شيء أثر على كل السكان اللي موجودين في العالم بشكل ما أو بآخر وبطريقة بشعة. القصة ببساطة تبدأ بمحامي يجي له في يوم من الأيام أحد المزارعين يبي يرفع قضية على أحد الشركات لأنها سممت المياه اللي بيشربوا منها الحيوانات في المزرعة. المحامي يكرس حياته من أجل القضية، يخسر الكثير والكثير من أجل القضية، وبنمر بأحداث مجرد معرفة إنها أحداث حقيقية هتقشعر الأبدان. في نهاية الحلقة طبعا هذه مو أجمل أفلام 2019، هذه الأفلام اللي بالنسبة لي اعتبرتها مظلومة. سبق وعمل قائمة خاصة بأفضل أفلام 2019، هتلاقي الرابط في خانة الوصف تحت.
نهاية الحلقة، يا ريت تشاركني في التعليقات إيش في أفلام أخرى ظلمت في 2019 هذه السنة السينمائية العظيمة. كان معاكم ماهر موصلي، أشوفكم إن شاء الله على أتم صحة وخير. خلونا في البيوت يا جماعة، نتفرج أفلام مع بعض، نتكلم مع بعض، ونناقش الأفلام مع بعض، ونكون بخير وبصحة وبسلامة، نغسل أيادينا ونكون يد واحدة. أشوفكم إن شاء الله حلقة جاية.